الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. اللهم افتح أفاق عقولنا لنور معرفتك، واجعل قلوبنا محطا لأنظارك، ومهبطا لعين عنايتك وجود رعايتك يا كريم. أرحب بكم أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتي مشكلة. كنا بدأنا في الحلقة الماضية حديثاً عن تأخر زواج البنات. قلنا إن تأخر زواج البنات غالباً يرجع لأسباب ثلاثة، وترجع مسؤولياته لأطياف ثلاثة. الطائفة الأولى وهي الفتيات أنفسهن، أحياناً تكون مثالية الفتاة مانعة لها من الزواج. الطرف الثاني الذي يحمل عبء المسؤولية عن تأخر زواج البنات هم أهل الفتاة وذووها، عندما يؤثرون ما تأتي به الفتاة من المال وما تجنيه من النفع للأسرة على زواجها. أب ميسور الحال يقول لك: ما ينقص ابنتي، عندها كل شيء، طعام، لباس، بيت فارح، سيارة فاخرة، ما ينقص ابنتي. أيها الأب الكريم، إن ابنتك ينقصها زوج تسكن إليه ويسكن إليها، ينقصها زوج يدنو منها آخر الليل، يسمع أنينها، يسمع شكواها، تبثه سرها، إن مالك على قيمته وأهميته، إن حنانك على قيمته وأهميته. لا يغني هذه الفتاة عن زوج صالح، إن الله فطرها على حب الزوج، على حب الولد، على الميل للسكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة التي جعلها الله في قلوب بنات آدم وبني آدم يحن إليها كلا الجنسين. فلا تقول: ابنتي لا ينقصها شيء. إنه ينقصها، ولكنها تستحي منك. أرجوك اقرأ ما بين السطور. الطرف الثالث الذي يحمل المسؤولية هم الشباب. بعض شبابنا تأثر بالإعلام، بعض شبابنا تأثر بالمجتمع بفكرة أن العزوبة أفضل، تأثر بأن الزواج عبارة عن مسؤوليات ثقيلة، عن مسؤوليات وخيمة، عن التزام، عن قفص يحجبه عن أصحابه، يحجبه عن عمله، يحجبه عن راحته. أقول لك أيها الشاب الكريم، نعم الزواج مسؤولية، الزواج تضحية، لكن بالمقابل الزواج سكن، الزواج أجر، الزواج عبادة. الفضل الذي ستراه بعد أن تتزوج، الاستقرار الذي ستراه بعد أن تتزوج، الحالة النفسية والروحية والعاطفية التي ستراها بعد الزواج، والله هؤلاء الذين يعبثون في فكرك لا يستطيعون أن يصدروها إليك. إن الزواج آية من آيات الله تعالى، فلا تدع أحدا يعبث بذهنك. ثم ما عليه، وليكن يا أخي الزواج مسؤولية، وليكن عبء. بالله عليك، أليست كل العبادات تكاليف فيها أعباء؟ والزواج عبادة. هل تعلم أن واحدا من أهم الدوافع التي تدفع الشباب باتجاه الزواج هو الدافع الديني؟ يتزوج الشاب ليكمل دينه، يتزوج الشاب لينال الأجر في الصبر على الزوجة، في الإنفاق على الزوجة، في تربية الولد الصالح، في دعم المجتمع المسلم ببنات وأبناء صالحين. فما عليه أن تتحمل بعض المسؤولية حتى تكون داعما لنا في بناء هذا المجتمع. إذن جزء من مسؤولية تأخر زواج الفتيات تحمله الفتاة نفسها، وجزء آخر يحمله الأهل، وجزء ثالث يحمله الشاب. وصيتي إليك أيتها الأخت الكريمة التي
فاتها قطار الزواج أو كاد. أقول لك أولاً، كوني واقعية ومنطقية بمواصفات زوج المستقبل. زوج المستقبل ليس كالفارس الذي يصور لك منذ الصغر. أعلم تماماً وأذكر لما كنت صغيرة تحملين لعبتك بتلك الأنامل الفضية، تمسحين شعرها وتضعينها على ذلك الكرسي المزخرف وتغنين لها أهازيج الأفراح، وأنت تحلمين يوماً ما أن تكوني مكانها ليلة زفافك. لا تنسي ذلك الحلم، لكن عليك أن تحضري له. جهزي نفسك، استعدي، تزودي بالمهارات التي تلزمك في البيت. اقرأي عن تربية الأبناء، اقرأي عن معاملة الزوج، اقرأي عن طرق حل المشكلات، اخضعي لدورات تعلمك كيف تديرين اقتصاد البيت. هذا من الأخذ بالأسباب. كوني منطقية وواقعية وجهزي نفسك، ثم بعد ذلك إن تأخر الزواج فلا بأس، تأكدي أن ما عند الله خير وأبقى، وإن الله سبحانه وتعالى يرصدك لخير كبير، فلا تيأسي. لكن أريد أن أقول لك أختاه، عليك أن تتحركي، لا تركني لهذا المجتمع. المجتمع يعيب عليك أن تبحثي عن زوج، لكن أقول لك إن من هي خير منك بحثت عن زوج. السيدة خديجة أرسلت دسيسا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يلفت نظره إليها، فما عليه أن ترسلي دسيسا من أخت صالحة وقريبة صالحة إلى شاب من أرحامها مثلا، تلفت نظره دون أن تضعك بالصورة، دون أن تقول له إن فلانة هي من أرسلتني. ما عليه أيها الأب الكريم أن تستنى بسنة عمر رضي الله عنه. أتعرف إن سيدنا عمر لما آمت ابنته حفصة، لما ترملت، راح سيدنا عمر يفكر بهذه الفتاة بنت العشرين، كيف ستبقى من غير زوج؟ بدأ يفكر من الزوج المناسب لهذه الفتاة. أول ما قدح بذهنه هو سيدنا أبو بكر، الخيار والخيار. ذهب إلى أبي بكر وعرض عليه ابنته حفصة. تذكر رجولة عمر، تذكر مكانة عمر، تذكر تجارة عمر ومكانته الاجتماعية والمالية. تخيل هذا الرجل يأتي لرجل يفوقه سنا يعرض عليه تلك الفتاة بنت العشرين. الغرابة ليست هنا، الغرابة أن أبا بكر اعتذر. عمر تلقى خبر اعتذار أبي بكر كصفعة على ناصيته. لم يكن الأمر سهلا، لكن لا بأس، فداك روحي يا بنيتي. وما عليه، راح سيدنا عمر وطرق باب عثمان وعرض عليه حفصة مرة أخرى. استمهله عثمان فترة، لكن المشكلة أن عثمان رد بالاعتذار. صفعتان تؤلمان ناصية عمر. ما كان من عمر إلا أن هرع إلى رسول الله يشكو عثمان، فكان الرد النبوي يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، ويتزوج حفصة من هو خير من عثمان. وفعلا كانت حفصة من قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها أمنا أم المؤمنين. أيها الأحبة الكرام، أيها الأخوات، أيها الأمهات، أرجوكم لا تجعلوا هذه الأحبال أو هذه الحبال التي تربطكم أو تربطكم في المجتمع تمنعكم أن تفكروا بفتياتكم وهن في عمر الزهور يذبن أمام عيونكم. قوموا وتحركوا ضمن الشرع وضمن ما أحل الله، واحسبوها جيدا، احسبوا هؤلاء الأولاد قرة عيونكم في لذات أكبادكم. أسأل الله تعالى ألا يسوء والدا بابنته ولا يسوء والدة بابنتها. أسأل الله تعالى أن يجعل أولادكم قرة عين لكم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. دمتم سالمين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله من برنامجكم في بيتي مشكلة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. اللهم افتح أفاق عقولنا لنور معرفتك، واجعل قلوبنا محطا لأنظارك، ومهبطا لعين عنايتك وجود رعايتك يا كريم. أرحب بكم أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتي مشكلة. كنا بدأنا في الحلقة الماضية حديثاً عن تأخر زواج البنات. قلنا إن تأخر زواج البنات غالباً يرجع لأسباب ثلاثة، وترجع مسؤولياته لأطياف ثلاثة. الطائفة الأولى وهي الفتيات أنفسهن، أحياناً تكون مثالية الفتاة مانعة لها من الزواج. الطرف الثاني الذي يحمل عبء المسؤولية عن تأخر زواج البنات هم أهل الفتاة وذووها، عندما يؤثرون ما تأتي به الفتاة من المال وما تجنيه من النفع للأسرة على زواجها. أب ميسور الحال يقول لك: ما ينقص ابنتي، عندها كل شيء، طعام، لباس، بيت فارح، سيارة فاخرة، ما ينقص ابنتي. أيها الأب الكريم، إن ابنتك ينقصها زوج تسكن إليه ويسكن إليها، ينقصها زوج يدنو منها آخر الليل، يسمع أنينها، يسمع شكواها، تبثه سرها، إن مالك على قيمته وأهميته، إن حنانك على قيمته وأهميته. لا يغني هذه الفتاة عن زوج صالح، إن الله فطرها على حب الزوج، على حب الولد، على الميل للسكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة التي جعلها الله في قلوب بنات آدم وبني آدم يحن إليها كلا الجنسين. فلا تقول: ابنتي لا ينقصها شيء. إنه ينقصها، ولكنها تستحي منك. أرجوك اقرأ ما بين السطور. الطرف الثالث الذي يحمل المسؤولية هم الشباب. بعض شبابنا تأثر بالإعلام، بعض شبابنا تأثر بالمجتمع بفكرة أن العزوبة أفضل، تأثر بأن الزواج عبارة عن مسؤوليات ثقيلة، عن مسؤوليات وخيمة، عن التزام، عن قفص يحجبه عن أصحابه، يحجبه عن عمله، يحجبه عن راحته. أقول لك أيها الشاب الكريم، نعم الزواج مسؤولية، الزواج تضحية، لكن بالمقابل الزواج سكن، الزواج أجر، الزواج عبادة. الفضل الذي ستراه بعد أن تتزوج، الاستقرار الذي ستراه بعد أن تتزوج، الحالة النفسية والروحية والعاطفية التي ستراها بعد الزواج، والله هؤلاء الذين يعبثون في فكرك
لا يستطيعون أن يصدروها إليك. إن الزواج آية من آيات الله تعالى، فلا تدع أحدا يعبث بذهنك. ثم ما عليه، وليكن يا أخي الزواج مسؤولية، وليكن عبء. بالله عليك، أليست كل العبادات تكاليف فيها أعباء؟ والزواج عبادة. هل تعلم أن واحدا من أهم الدوافع التي تدفع الشباب باتجاه الزواج هو الدافع الديني؟ يتزوج الشاب ليكمل دينه، يتزوج الشاب لينال الأجر في الصبر على الزوجة، في الإنفاق على الزوجة، في تربية الولد الصالح، في دعم المجتمع المسلم ببنات وأبناء صالحين. فما عليه أن تتحمل بعض المسؤولية حتى تكون داعما لنا في بناء هذا المجتمع. إذن جزء من مسؤولية تأخر زواج الفتيات تحمله الفتاة نفسها، وجزء آخر يحمله الأهل، وجزء ثالث يحمله الشاب. وصيتي إليك أيتها الأخت الكريمة التي فاتها قطار الزواج أو كاد، أقول لك أولا: كوني واقعية ومنطقية بمواصفات زوج المستقبل. زوج المستقبل ليس كالفارس الذي يصور لك منذ الصغر. أعلم تماما وأذكر لما كنت صغيرة تحملين لعبتك بتلك الأنامل الفضية، تمسحين شعرها وتضعينها على ذلك الكرسي المزخرف، وتغنين لها أهازيج الأفراح، وأنت تحلمين يوما ما أن تكوني مكانها ليلة زفافك. لا تنسي ذلك الحلم، لكن عليك أن تحضري له. جهزي نفسك، استعدي، تزودي بالمهارات التي تلزمك في البيت. اقرأي عن تربية الأبناء، اقرأي عن معاملة الزوج، اقرأي عن طرق حل المشكلات، اخضعي لدورات تعلمك كيف تديرين اقتصاد البيت. هذا من الأخذ بالأسباب. كوني منطقية وواقعية وجهزي نفسك. ثم بعد ذلك إن تأخر الزواج فلا بأس، تأكدي أن ما عند الله خير وأبقى، وإن الله سبحانه وتعالى يرصدك لخير كبير، فلا تيأسي. لكن أريد أن أقول لك أختاه، عليك أن تتحركي، لا تركني لهذا المجتمع. المجتمع يعيب عليك أن تبحثي عن زوج، لكن أقول لك إن من هي خير منك بحثت عن زوج. السيدة خديجة أرسلت دسيسا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يلفت نظره إليها، فما عليه أن ترسلي دسيسا من أخت صالحة وقريبة صالحة إلى شاب من أرحامها مثلا، تلفت نظره دون أن تضعك بالصورة، دون أن تقول له إن فلانة هي من أرسلتني. ما عليه أيها الأب الكريم أن تستنى بسنة عمر رضي الله عنه. أتعرف إن سيدنا عمر لما آمت ابنته حفصة، لما ترملت، راح سيدنا عمر يفكر بهذه الفتاة بنت العشرين، كيف ستبقى من غير زوج؟ بدأ يفكر من الزوج المناسب لهذه الفتاة. أول ما قدح بذهنه هو سيدنا أبو بكر، الخيار والخيار. ذهب إلى أبي بكر وعرض عليه ابنته حفصة. تذكر رجولة عمر، تذكر مكانة عمر، تذكر تجارة عمر ومكانته الاجتماعية والمالية. تخيل هذا الرجل يأتي لرجل يفوقه سنا يعرض عليه تلك الفتاة بنت العشرين. الغرابة ليست هنا، الغرابة أن أبا بكر اعتذر. عمر تلقى خبر اعتذار أبي بكر كصفعة على ناصيته. لم يكن الأمر سهلا، لكن لا بأس، فداك روحي يا بنيتي. وما عليه، راح سيدنا عمر وطرق باب عثمان وعرض عليه حفصة مرة أخرى. استمهله عثمان فترة، لكن المشكلة أن عثمان رد بالاعتذار. صفعتان تؤلمان ناصية عمر. ما كان من عمر إلا أن هرع إلى رسول الله يشكو عثمان، فكان الرد النبوي: يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، ويتزوج حفصة من هو خير من عثمان. وفعلا كانت حفصة
من قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها أمنا أم المؤمنين. أيها الأحبة الكرام، أيها الأخوات وأيها الأمهات، أرجوكم لا تجعلوا هذه الأحبال أو هذه الحبال التي تربطكم أو تربطكم في المجتمع تمنعكم أن تفكروا بفتياتكم وهن في عمر الزهور يذبن أمام عيونكم. قوموا وتحركوا ضمن الشرع وضمن ما أحل الله، واحسبوها جيدا، احسبوا هؤلاء الأولاد قرة عيونكم في لذات أكبادكم. أسأل الله تعالى ألا يسوء والدا بابنته ولا يسوء والدة بابنتها. أسأل الله تعالى أن يجعل أولادكم قرة عين لكم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. دمتم سالمين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله من برنامجكم في بيتي مشكلة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.